عندما ندعو الله بأسمائه وصفاته أن نستحضر هذه المعاني، معاني أسمائه جل في علاه، فإنها تفتح أبوابا قد تنسيك مطلوبك. وأنا أقول هذا وأكرره لأنه من المهم أن يستحضر الإنسان هذا المعنى، إنه كثير من الأشياء التي نطلبها قد نغفل عنها عندما نستحضر أن الله تعالى هو الرزاق، أن الله تعالى هو الكريم. وهلما جر في سائر الأسماء، لما تستحضر هذه المعاني قد تغفل عن طلبك، فيعطيك الله تعالى خيرا مما تؤمل. وهو معنى ما جاء به الأثر، وإن كان في إسناده مقال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. فالذي يقول يا رزاق ثم يتأمل عظيم ما في هذا الاسم من جلال الله وعظيم صفاته سبحانه وبحمده، فيدهشه هذا عن مسألته، فإن ذاك يبشر بخير كبير وعطاء من رب يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده، فسيجد من الله عطاء يفوق كل وصف، يعطيه خير ما يعطي السائلين. هذا هو من رب العالمين.